في فقرة إن شاء الله تعجب حضراتكم. احمد مساء الخير عليك. مساء النور عليك. منورنا ومشرفنا. ليا الشرف طبعا اكون موجود مع حضرتك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي واولى حلقات برنامج المحترف الدوري المصري، وطبعا برحب بكابتن شريف وكابتن عادل. شرف ليا طبعا اكون متواجد معاكم. منور. نورنا يا احمد. وزي ما اتكلمت يمكن انا خدت الجزء الاولاني بشكل معين، لكن خلينا نرجع للغه الارقام والاحصائيات بالنسبه لمباراتي يعني مباراه النادي الاهلي وقمه يعني الكره المصريه ان شاء الله بكره. محضر لنا ايه بالنسبه للنقاط وعايز تبدا بايه؟ عايز تبدا بشكل النادي الزمالك اللي يمكن بعض الناس بتتكلم على ان فيريرا اشتغل بطريقتين لعب، بطريقه 4 3 3 في بعض الاحيان، واشتغل بوقت اخر ب 3 4 3. ف ابدا هتبدا بايه معانا النهارده؟ طبعا في البدايه يمكن مباراه القمه يمكن دايما في عنوان خاص بيها، وهي دايما بتظل مباراة خارج التوقعات. صحيح. حتى لو كان في بعض المعطيات اللي بتدل ان ممكن يكون في كفة فرقة تكون ارجح من فرقة تانية، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان نادي الزمالك مثلا يمكن اخر 5 مباريات ما فازش غير في مباراة وحيدة. صحيح. على العكس طبعا النادي الاهلي يمكن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباريتين، فده برضو ما بيأثرش او ما بيكونش ليه الكلمة العليا، لان في امور تانية برضو بتدخل في الحسبان، زي مثلا الضغط النفسي، التركيز اللي مطلوب من اللاعبين، في حاجات كتير بتاثر مش مجرد نواحي فنيه بس. بعض الغيابات وهنتكلم بعض الغيابات طبعا ممكن تاثر طبعًا على الشكل الفني للمباراه يعني. فدايما هي دايما هتظل يعني مباراه خارج التوقعات، ولكن هنبتدي بقدر الامكان ان احنا نحلل خلال الفتره الاخيره لنادي الزمالك ايه اللي حصل. يمكن خلال اخر 5 مباريات ممكن نستعرضهم، وليه احنا اخترنا اخر 5 مباريات؟ علشان هي دي المباريات اللي تم فيها تغيير الخطه من 3 4 3 ل 4 3 3 عن طريق المدير الفني كابتن فيريرا طبعا. وخلال الخمس مباريات ديت احنا لو استعرضنا تاثيرها على من خلال على الفريق من خلال النتائج يعني. بالظبط، هنلاقي ان ما فازش مباراه وحيده هي مباراه الاسماعيلي، وخسر مباراه اسوان، وتعادل في 3 مباريات، يمكن منهم طبعا مباراه بيراميدز طبعا هي انتهت بالخساره، ولكن كان تعادل خلال 90 دقيقه. صحيح. عشان كده بتدرك ضمن التعادلات. وخلال الخمس مباريات دي خلينا نشوف تاثيرها على النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه فنيا. طيب. هنلاقي برضو لو استعرضنا الجدول اللي بيدل على المعدل العام لفرقه نادي الزمالك خلال الخمس مباريات، هنلاقي في النواحي الهجوميه معدل استحواذهم وصل ل 60%. طبعا ده رقم مرتفع، ولكن حضرتك لازم حضرتك اكيد ان احنا متفقين في النقطه دي، ان الاستحواذ ما هو الا وسيله وليس هدف، بمعنى ان مش لازم الفرقه عشان عندها استحواذ كبير ان بقى هي صحيح ليها الكلمه وانها تحقق الفوز. بالظبط. ويمكن عندنا اكبر مثال لده كان فرقه وادي دجله. وادي دجله كانت من اكبر فرق في الدوري بتعمل استحواذ، ومعدل تمريراتها بيعدي 650 تمريره، ومع ذلك وادي دجله هبطت درجه ثانيه. يعني عمليه الاستحواذ مش هي المقياس. بالزبط. يعني اللي تقيس بيه الفرقه على مستوى الفوز بالمباريات او لا يعني. اكيد. بالظبط. تاني حاجة ممكن نستعرضها من خلال الخمس مباريات غير الاستحواذ، هنلاقي او الاكسبكتد جول، الاهداف اللي كانت متوقعة من الزمالك انه يحرزها، هنلاقي ان هو كان متوقع انه يحرز تقريبا 5 اهداف، برضو يعني بمعدل تقريبا هدف كل مباراة، زي ما حضرتك شايف الاهداف المتوقعة 5، يعني معدل هدف واحد كل مباراة، وده طبعا يعتبر رقم قليل جدا هجوميا. صحيح. على برضو ولو جينا بصينا الفرق ما بين الاهداف المتوقعه والاهداف، هنلاقي ان الفرق بينهم يعني هم حققوا 6 اهداف، ولكن الاهداف المتوقعه كانت 5، اذا في المجمل برضو يعتبر كهجوميا ده يعتبر معدل منخفض جدا هجوميا. صحيح صحيح. طيب ممكن برضو ننتقل لنقطه ثانيه، نشوف تاثير بقى 4 3 3 على النواحي الدفاعيه. كده احنا شفنا على النواحي الهجوميه، يعني على النواحي الهجوميه بتتكلم ان 4 3 3 لم يكن لها تاثير الايجابي. بالزبط. على النواحي الهجوميه. الهجوميه. النواحي الدفاعيه هنلاقي برضو في النواحي الدفاعيه هم دخل فيهم 5 اهداف، وكان متوقع من الاهداف المتوقعه كان متوقع يدخل فيهم 4، بل بالعكس دخل فيهم اكثر من الاهداف المتوقعه. طيب ده راجع لايه؟ راجع ان انا في تكتيك معين المدير الفني بيعمله، وخط الدفاع بالكامل مش قادر ان هو يستوعب التكتيك دوت، وبالتالي بيحصل ان بيبتدي تعلى معدل الاهداف اللي تدخل مرماه. بتتكلم على مستوى البيلد اب. البيلد اب. البيلد اب. بالظبط. يعني بيحصل فيه اخطاء كتير. بدايه الهجمات. بدايه الهجمات. الزمالك عندهم. بالزبط. مشكله في هذه الجزئيه. بالظبط. ويمكن اسمح لي برضو ان اوضح ايه المقصود بكلمه الاهداف المتوقعه، عشان ده يعتبر لفظ متداول كتير اليومين دول. طب الاهداف المتوقعه عباره عن ايه؟ هي باختصار شديد هي القدره على ترجمه المحاولات على المرمى لهدف. وكل حاجه من الاهداف المتوقعه دي بتاخد درجه معياريه. صحيح. بمعنى انا لو انا مواجه للمرمى
وانا دلوقتي في نص المرمى بالظبط باخد درجه معينه. طب لو انا بعمل محاوله خارج المرمى باخد درجه اقل شويه، على الجناح متجنب شمال او يمين. طب انا قدامي في بلوك قدامي ولا انا مني مباشره للمرمى؟ طب كل دي بتاخد درجه معياريه عشان انا في الاخر اقول ان الاهداف المتوقعه لنادي الزمالك النهارده كانت 5 أو 6 أو 7. طيب نرجع تاني بقى، اذا الاهداف المتوقعه في نواحي الدفاعيه لنادي الزمالك برضو دخل فيهم 5 أهداف معدل كبير. يعني انت بتتكلم 4-3-3 كانت بشكل سلبي على اداء الزمالك سواء بالزبط. على المستوى الهجومي او على المستوى الدفاعي بالظبط. طيب ده هيطرح سؤال، وبعض الناس بتقول قد يكون بكره في تغيير في تلك الخطه ويرجع تاني فيريرا ل 3-4-3. هل متوقع هذه يعني متوقع من خلال رؤيتك؟ واحنا عرفنا كمان اعتقد خلال القائمه اللي نازله لنادي الزمالك غياب يمكن عبد الله جمعه وفتوح عن القائمه، وبالتالي قد يكون حل من الحلول التكتيكيه لبيريرا انه يلعب 3-4-3 عشان يبتدي بقدر الامكان يامن الناحيه الدفاعيه ويدافع ب5 لاعبين، بل بالعكس ممكن برضه يدافع ب6 لاعبين لو نزل برضه دونجا سواء الارتكاز ينزل ما بين الاثنين المدافعين سواء عبد الغني او حمزه عبد الغني او حمزه المسلوسي بالظبط عشان يزود النواحي الدفاعيه. طيب لو احنا جينا بصينا برضو في عندنا طريقه اللعب بتاعتهم سواء 4-3-3 او 3-4-3، الاثنين كانوا في مباراه بيراميدز سواء في مباراه بيراميدز في الدوري او في مباراه بيراميدز في الكاس. صحيح. كان هو جرب الطريقتين، عندنا اول طريقه مثلا اللي هي 4-3-3 هنلاقي دي المباراه الاخيره دي المباراه الاخيره بالظبط، هو بيلعب هنا 4-3-3 بس في نقطه سلبيه احنا المفروض ان احنا نستغلها، هنلاقي دونجا بينزل من منتصف الملعب هو اللي ينزل ما بين قلبين الدفاع عشان يبني الهجمه. هو اصلا المفروض ان 4-3-3 الغرض منها ان انا عاوز اعمل كثافه في نص الملعب، فانا كده خسرت واحد. طيب المفروض النادي الاهلي يستغلها ازاي؟ بقدر الامكان يبقى الخط الدفاع الاول للنادي الاهلي هو المهاجم بتاعه سواء كهربا سواء شادي حسين سواء محمد شريف، يبتدي هو يضغط من اعلى على سم ما يديش فرصه لنادي الزمالك انه يعمل البيلد اب براحته. صحيح، وزي ما احنا شايفين كمان في الصوره ان دونجا تقريبا واقف ما بين السيرد باكين، وبالتالي بالظبط اللي عمله كمان بيراميدز في المباراه ان هو ضغط الى حد كبير ضغط عالي بالظبط ضغط عالي عشان ما يديش فرصه انه يعمل بيلد اب براحته. بالظبط ده بالنسبه ل 4-3-3. ممكن برضو نستعرض الفيديو الثاني اللي هو لعب فيه ب 3-4-3 وازاي نشوف ان احنا ممكن نستغل النقطه دي وازاي نهاجم عليه في 3-4-3. هنلاقي في 3-4-3 برضو هو بيحاول بقدر الامكان يعمل بيلد اب براحته من تحت. بعد كده هنلاقي مع كل لعيب من الثلاثة الارتكاز كل لعيب لازم يكون ضاغط عليه أي الأجنحة بتاعتك أو عندك المهاجم لازم يكون ضاغط عليه بحيث ان انا ما ادوش فرصه ان هو يعمل البيلد اب بتاعه. صحيح. وبالتالي يلعب الكره الطوليه وبعد كده الكره او السكند بول لازم تكون ايه اكيد ما هي دي يعني. بنتكلم عليه طبعا لازم يكون، وبرده الساده المشاهدين لازم يفهموا يعني ايه عمليه الضغط العالي. الضغط العالي زي ما احنا شايفين كان في الصوره ان كل اللاعبين بتضغط عالي، لكن ليها دي ليها ايجابياتها وسلبياتها. ايجابياتها ايه؟ انك لو قطعت الكوره في مكان الضغط اعتقد هتكون قريب جدا جدا من احراز هدف لانك هتكون قطعت شوط كبير وقريب من ال 18. الجزء الثاني الخطر بقى انه هيستغل او لو ضغطت عليه ضغط عالي هيبدا يلعب كوره طويله. طب الكوره الطويله ديت هتبقى مهمه جدا للتمركز بالنسبه للمدافعين وخط النص، ومهم جدا كمان الكوره الثانيه اللي راجعه ديت هتكون لاحد لاعبي النادي الاهلي او لنادي الزمالك. وبالتالي الناس بتتكلم الضغط العالي مجرد ضغط عالي وخلاص، لا في شغل كمان لخط النص، في شغل كويس قوي وتركيز عالي جدا من خط الدفاع، لان وارد جدا ان الكره الطويله ديت تروح لواحد مش مراقب بشكل كويس او من مساحه فاضيه وبالتالي قد تسبب الخطوره. بيومي لوقتنا معلش طبعا انت يعني كنت محضرين حاجات كتير أكبر. ولكن يعني بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل سريع ولا؟ طيب شكرا احمد وان شاء الله متواجد معانا دايما. شكرا جزيلا. سلام.